او هنحتفل من خلالها بفريق شباب طايره النادي الاهلي تحت سن 19 سنه اللي فازوا مؤخرا ببطوله منطقه القاهره. ومعانا اتنين من اللاعبين هنتكلم معاهم بقى عن مدى قوه المنافسه ومشوارهم في هذه البطوله وفي غيرها من البطولات. هم الحسين محمد الازاز واحمد محمد. صباح الفل عليكم. صباح النور. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. نبتدي بيك يا ابو حميد. اتفضل. عايزين نعرف كده بدايه كلام انت والحسين، خلفيات كده بسيطه عنكم، بتدرسوا ايه؟ عندكم كام سنه؟ انا في كليه هندسه الاكاديميه البحريه. تمام. وفي اول سنه لسه. وانت؟ انا كليه تجاره جامعه كوفنتري. انا تاني سنه. تاني سنه. حلو. وماشي الحال في مساله ان انتوا تعرفوا توازنوا ما بين الدراسه والتفوق الرياضي؟ انتوا مش مجرد رياضيين يعني عاديين، انتوا ما شاء الله ابطال في لعبتكم، فهل في صعوبات في الحته دي؟ لا الحمد لله، احنا خدنا على الموضوع عشان بقى لنا فيه كتير. الحمد لله اتعودنا دلوقتي بقينا ان متمكنين في الموضوع ده. يعني ممكن تظبطوا وقتكم ما بين الاثنين بحيث ان مفيش حاجه تضغط؟ هو الدنيا سهله مع الكابتن، يعني بنبلغه قبل الامتحانات على طول. والدنيا بتتوفر يعني في الوقت، بتبقى سهله يعني. جميل. بيساعدونا برضه، بيساعدونا عليهم. هايل.